السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم أصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروة مروان من قناة الطبخ أحلى مع نغم. ياريت تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وتعملوا لايك. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة البليلة بطريقة جديدة، وهنضيف عليها مكون برضو جديد. ياريت تتفرجوا معايا على الفيديو للنهاية وتعملوا لايك واشتراك. يلا نشوف مع بعض الطريقة. طبعا دي كوبايه من اللي هي بتاعه الميه الكبيره غله. لازم نقول للراجل اللي احنا بنشتري منه بتاع البقوليات ده عايزين غله بليله او قمح بليله، لانها بتختلف عن الغله التانيه. دي كوبايه هيتعمل بيها على لتر اللبن، يعني من حوالي كوبايه لكوبايه وربع. انا حاطه النهارده كوبايه غله بس. وهتاخد لتر اللبن. انا دلوقتي هغلي اللبن واحط السكر بتاعه والفانيليا، ولما يخلص هرجع لكم تاني. ولازم تكوني مزوده الميه كتير كده على الغله وهي بتتسلق، لانها بتاخد وقت على النار عشان ما تنشفش منك، وتضطر كل شويه ان انت تزودها بميه سخنه. فخلي الميه تبقى زياده عليها قوي كده، ولما تسلق بقى السوى اللي انت عايزاه لو فيها ميه هنبقى نكبها بقى ونشوف هنعمل مع بعض ايه. خليكم معانا كده الغله وهي بتتسلق اهي، نشوف الميه بتاعتها بتبقى غامقه. لو انت حطيت اللبن على الميه بتاعتها اللي هي اللي بتبقى باقيه منها، اللبن هيبقى غامق. عايزه اللبن يبقى لونه فاتح كده، بتشتل الميه دي خالص، بتصفيها، يا اما بتاخدي منها كرنب او كرنبين بس، والباقي بيبقى لبن. بيبقى اللبن بتاع البليله معاكي بيبقى لونه فاتح وحلو زي اللي بيجي من بره. هي كده لسه مستويتش، هنخلينا معاها للاخر لحد ما تستوي ونشوف هنعمل فيها ايه. ده اللبن بعد ما غلى. طبعا انا حطيت عليه السكر الكميه اللي تفضليها يعني، وحطيت عليه الفانيليا. دلوقتي هحط عليه معلقتين كريم شانتيه وهدوبهم فيه. طبعا حطيت هنا برضو بشر وزبيب، هقلبهم فيه، تدوله طعم كويس قوي يا بنات. انا طبعا المره دي مش هحط في البليله، مش هحط نشا. المره اللي فاتت انا كنت حاطه معلقه صغيره نشا علشان يبقى اللبن فيها تقيل شويه. المره دي انا حطيت كريم شانتيه، انا هعملها بطريقه تانية مختلفه عن الطريقه اللي فاتت. ولادي طلبوها مني بقى، فقلت اعملها بالطريقه التانية المره دي. قلبتها اهو. طبعا هنا البليله اهي، هنا الغله خلصت اهي واستوت السوى المطلوب، كلها فتحت اهي بقت مستويه على الاخر. هضيف عليها اللبن بقى اللي محطوط عليه السكر والكريم شانتيه والبشر والزبيب، واخليهم ياخدوا غلوه مع بعض، يعني يغلوا برده شويه مع بعض لحد ما نكمل سواها خالص، وهوريهاكم في النهايه. هضيف بقى الوقت اللبن عليها. طبعا انا ضفت اللبن اهو، هسيبه يغلي بقى مع الغله براحته، هنرجع نشوفها مع بعض في الاخر. طبعا احنا دلوقتي هنقدم البليله، نحط على وشها قشطه. انا في المره اللي فاتت كنت حاطه القشطه معاها وهي بتغلي في الاخر قبل ما اطفي عليها. دلوقتي هنحط على وشها قشطه بقى، معلقه كده بس في كل طبق زي ما انتم شايفين. طبعا البليله ما بتبقاش سخنه قوي برده عشان ما تسيحش فيها بسرعه. ونرش على وشها شوية بشر وزبيب وفول سوداني كده، اي مكسرات موجودة عندك. وهحط عليها دلوقتي انا عاملة كريم شانتيه، انا حاطة في قلبها وهي بتستوي من جوه كريم شانتيه زي ما انتم شايفين في اول الفيديو. انا حطيت هنا كريم شانتيه ضربته بالمضرب زي ما انتم شايفينه معايا قبل كده كم مرة. احط بس على وشها اي حاجة كده بسيطة، والجنب التاني برضو مش هيحتاج بلبلة ولا اي حاجة. الكريم شانتيه اللي بتحط ده نحط على وشه برضو ايه شوية بشر وزبيب كده. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ياريت وعجبكوا ياريت تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وده شكل البليلة في النهاية. وياريت لو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وبالهنا والشفا.